فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المحرم في مسألة تنكيس الآيات أن يقرأها في ركعة واحدة أو في ركعتين؟ لا، في ركعتين لا بأس، إنما في ركعة واحدة، ما في ركعتين ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع وقد صف، لكن لاحظوا إن الإنسان ما يشوش على الناس، ما يشوش على الناس في أمور ما اعتادوها ويسيئون بها الظن ويحصل ما يحصل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.